والله الوالد من النوع اللي طال عمرك يحب انه دائما يقدر اصحاب الانجازات في مجال في يعني في جميع المجالات. والبروفيسور السير مجدي يعقوب هو فعلا ملك القلوب، وقدم للإنسانية وللعالم العربي خدمات يعني صراحة ترفع رأس كل واحد محب لأصله ولبلده. وهو كذلك طال عمرك يعني فخر أن كنا نحن. فمن المعيب أن واحد مثل البروفيسور سير مجدي يعقوب أن لا يكرم، فنحن يعني يرتفع قدرنا إذا كرمنا شخصية مثل هذا الرجل. طبعا عندنا البنية وعندنا الإرادة، ويعني ومثل ما تقول قاعدين إن في كثير من العرب ومن جماعتنا طبعا عندهم كفاءات ما شاء الله كبيرة، ولكنهم بعدهم ما طلعوا في الإعلام. المفروض يكون عندنا أكثر من مجدي يعقوب واحد، وأنا يعني مثل ما يقولون بالانجليزي I'm not qualified اني اعلق على مقام السير مجدي يعقوب، ولكن هو احد القامات اللي علي انا اولا قبل الكل وكل الشباب وكل الناس في منطقتنا ان يحذون حذو هذا الرجل الطيب. كل عام هم بخير طال عمرك، ومبروك العيد مقدما. مشكورين.